السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. تمكنت المصالح الأمنية بولاية جيجل في الساعة الأخيرة من القبض على امرأتين تمتهنان السحر والشعوذة والدجل والعياذ بالله، وذكرت مصادر أعلامية محلية على صفحاتها الناشطة في الفيسبوك أن الموقوفتين عثر بحوزتهن على ما يقارب 606 صورة، أغلبهم نساء وأطفال وطالبات جامعيات. ودعا ناشطون من كل شخص تعرف على صورته التوجه فورا إلى راقي متمكن لعلاج نفسه وتحصينها وتقييد شكوى لدى المصالح الأمنية حتى يطبق القانون الجديد على هؤلاء الدجالين والمشعوذين والذين تسببوا في إيذاء ملايين الجزائريين الأبرياء.